سعيد الحضور معكم اليوم في افتتاح هذا المركز المهم جدا الذي يأتي في توقيت مناسب وحول قضية عندها واحد الأهمية خاصة في إطار الأمن والاستقرار خاصة في القارة الإفريقية. أكيد أنه كيجي في إطار واحد الدينامية اللي كتشهدها مدينة الداخلة كقطب اقتصادي، كقطب دبلوماسي، واليوم كذلك كقطب للبحث الأكاديمي حول القضايا المهمة. ورحمة الله تعالى وبركاته، نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيد معالي وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة لأخذه المشروع على محمل الجد والمصداقية منذ اليوم الأول. أود كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة سفيرة المملكة المغربية بمدينة أوتاوا بكندا لمساعدتها على إنجاز هذا الصرح العام. يندرج تأسيس المركز الدولي للأبحاث لمنع تجنيد الأطفال بمدينة الداخلة سوف يكتسي حلة جد هامة، الكون الداخلة سوف تصبح موقعا أو مركزا دوليا، يعني يقوم بعمليات الدراسات والأبحاث الجد المعمقة بفضل الكوادر والباحثين في هذا الميدان. سوف يصبح كذلك المركز يكتسي تلك الصبغة الدولية، كونه سوف يغطي مكاتب جهوية بدول أمريكا اللاتينية، بإفريقيا، بدول جنوب شرق آسيا وبدول أوروبا. المركز كذلك سوف يترفع في المحافل الدولية للتعريف بهذه الظاهرة ولفضح الانتهاكات الميليشيات التي تقوم بتجنيد الأطفال وتستغل براءتهم. شكرا جزيلا لكم. هل المركز آليات لمراقبة تجنيد الأطفال في المنطقة؟ ونحن نعرف أن مثلا هناك أن المغرب ندد مرارا وتكرارا بتجنيد البوليزاريو للأطفال. هذا السؤال أعتقده سؤال مهم جدا، لأن لدينا آليات للرصد فيها بعض التكنولوجيات المتطورة التي سوف تقوم بعملية الرصد الدقيق والعملية الوثائق والأدلة الدامغة التي يعني لا مجال لدحضها أو لعملية تكذيبها. فالمركز بثلته من الأكاديميين، من الباحثين من مختلف بقاع العالم، من متخصصين في الميدان، سوف نشتغل على جعل هذا المركز نواة. كذلك نقطة أخرى أود الإشارة إليها هو أن هذا المركز سوف يصبح كذلك نواة لقدوم الباحثين من دول مثلا إفريقيا، دول أمريكا اللاتينية، القدوم إلى المركز والاشتغال على أوراق بحثية قد تدوم مثلا أسبوعين أو شيء من هذا القبيل، ويقومون بنشر أبحاثهم باسم المركز الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال بمدينة الداخلة. وشكرا جزيلا لكم. كما قلت سابقا، يأتي تأسيس هذا المركز ضمن المجهودات الدولية التي تروم إلى مناهضة ومكافحة تجنيد الأطفال خصوصا بإفريقيا، لأنها جريمة ضد الإنسانية أولا. ثانيا، الأدوار التي سيطلع بها المركز هي تسليط الضوء خصوصا على تجنيد الأطفال في منطقة شمال إفريقيا، وكذلك التفاعل مع الآليات الإفريقية وكذلك الآليات الدولية وكذلك الأمم المتحدة من خلال مبعوثها حول حقوق الطفل، من أجل أولا الترافع، ثانيا تأكيد على أن هذه جريمة ضد الإنسانية، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب خصوصا مرتكبي تجنيد الأطفال في 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 إفريقيا. إذن المركز يسبو من خلال استراتيجياته إلى وضع صورة واضحة بخصوص إفريقيا تكون متقدمة، إفريقيا الازدهار، إفريقيا حقوق الإنسان، وكذلك ولا يمكن تحقيقها إلا من القضاء
على تجنيد الأطفال لكي تكون هناك قارة متطورة وتحترم حقوق الإنسان وتحترم الآليات الدولية لحماية الطفل وتحتمل كل الاتفاقيات الدولية التي تصبو إلى حماية الطفل، لأن الطفل وضعه في المدرسة ووضعه أن ينشأ في منطقة في نشأة صالحة، هذا هو. شكرا.